السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله هو موضوع أعراض سحر أو عين تعطيل الدراسة التي تصيب الشباب والأطفال على تعطيل الدراسة، على الذكاء، على النجاح، على التفوق، حتى على الجامعة. إخواني أخواتي ركزوا معي إن شاء الله، موضوعنا هو موضوع أعراض سحر تعطيل الدراسة. سحر تعطيل الدراسة بالنسبة سنبدأ نحن من الأطفال الصغار. عندما يكون طفلك كان دائما ناجحا ما شاء الله، كان يحصل على نقطة ما شاء الله، وبعد فجأة إن في أسبوع أو في شهر تغيرت نقطه، نزل إلى مستوى متدني، فعلم أنه أصيب بعين، أصيب بعين من معلمه أو معلمته، أصيب بعين بدون أن تشعر، أو أصيب بعين من العائلة والأقارب. ركزوا معي جيدا، ولا تذكري ما يحصل عليه ولدك أو ابنتك من النقاط، لأنه هناك غيورات وحاسدات على ولدك قد يحسدونك على نجاحه وتفوقه. لذلك ركزوا معي إخواني أخواتي. أو إذا هذا الولد أو هذه البنت تقول لك إن عندها ألم في المدرسة، أو يكون عندها ضيق لما يكون عند الامتحان، فهذا يدل على أن عندها عين وحسد على الدراسة. فهذا الشيطان الذي دخل بسحر تعطيل الدراسة، أو شيطان الذي دخل بعين على الذكاء، فلن يتركها تنجح، فلن يتركها تفرح بنجاحها. ولذلك حتى الكبار الشباب الذين يحفظون يتذكرون يحفظون كل شيء من المواد، وإذا ذهب إلى المدرسة يجد نفسه لا يحفظ شيئا، ينسى كل شيء بسرعة. وحتى إذا أجاب عن كل الأسئلة في الامتحان، إذا ركز فيها وجد كأنه ليس هو الذي يجيب على الأسئلة، كلها خاطئة، فهذا ليس عنده تركيز في الامتحان، فهو من الأبالس والشياطين من العين والحسد. فالإنسان إذا حفظ فلا يمكن أن ينسى إلا إذا مر على حفظه، يعني طبيعة الحفظ، طبيعة الحفظ، الحفظ إذا أردنا أن نتكلم عن طبيعة الحفظ على أساس مادي، على أنها مادة تحفظ، فلن ينسى الإنسان إلا إذا مر عليه شهور أو كذا. ولكن إذا نسيها الإنسان، نسى هذه المواد فترة بعد يوم أو 24 ساعة لما ذهب إلى الامتحان، فهذا يدل على أن هناك سحر أو هناك شيطان من العين والحسد، فقد أفقده تركيزه في الامتحان وفي الدراسة، أو لما يذهب إلى القسم يضيق عليه جسده ويفقد التركيز 100% ولا يسمع ماذا قال الأستاذ وماذا يريد أن يقول. وهناك من مجرد أن يقول أريد أن أذهب إلى المدرسة تثقل عليه أرجله وركبتيه ويثقل عليه رأسه وتأتيه دوخة، فمجرد أن يفكر في الدراسة، فمجرد أن يفكر في النقاط التي أتى بها وما يحصل عليه من النقاط من الأساتذة، قد تكون عين أصابته من العائلة والأقارب، قد تكون عين أصابته من معلمه ومعلمته. لذلك أخي إذا أردت أن تعرف هذه العين هل أصابتك في المدرسة أو أصابتك من الجيران أو من العائلة والأقارب، ستقول اللهم أبطل كل عين معجبة وحاسدة أصابتني في المدرسة، وتركز اللهم أبطل كل عين معجبة وحاسدة أصابتني في المدرسة ومن معلمي أو من معلمتي، وتكرر هذا الدعاء بإذن الله حتى تشعر بتأثير هذه العين. فإذا تأثرت في هذا الدعاء الأول فقد تكون العين أصابتك من أصحابك أقرانك في المدرسة أو من معلمك أو من معلمتك، فقد يصيبونك بالعين المعجبة والخبيثة بدون أن يشعروا، ليس أنهم يريدون أن تسقط، وإنما بدون يشعروا أصابك بالعين المعجبة الخبيثة. وهناك عين قوية وحاسدة تصيبك على الذكاء والنجاح والتفوق من العائلة والأقارب، وتقول اللهم أبطل كل عين معجبة أو حاسدة أصابتني من عائلتي وأقاربي على دراستي ونجاحي، اللهم أبطل كل عين معجبة أو حاسدة أصابتني من عائلتي وأقاربي على نجاحي ودراستي. أو تقول بإذن الله تبارك وتعالى اللهم أبطل كل عين معجبة أو حاسدة أصابتني من أصحابي وأقراني على ذكائي ودراستي ونجاحي، وتكرر ذاك الدعاء والأخير تكررهم كلهم بإذن الله تبارك وتعالى 20 مرة 30 على قدر مستطاعك حتى تشخص حالتك جيدا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.